مشاهدينا الاعزاء، مرحبا بكم في برنامج مع الفائزين. يسعدنا في هذه اللحظات ان نلتقي مالك وديان فهد بن ناصر بن حموده الشافي. وديان فازت باول اشواط المهرجان السنوي الكبير مهرجان الشحانيه. الف مبروك فوز وديان والسهنموس. الله يبارك فيك وتساه خير، الله يرحم والديك. فهد، وش سلاله وديان؟ ابوها المفدع بعير الشيخ حمدان، امها مهجنه عند ثويني الدوسري، ولها سبقات من قبل في الطائف، ولها اول اشتراك هنا، والحمد لله اخذت الشوط الرئيسي وحظ من الله الحمد لله. فهد، كيف شفت الاقبال من اول ايام المهرجان؟ والله الاقبال طيب ان شاء الله، وترتيبات زينه وكل شيء زين الحمد لله، توفيق من الله ومن جهود اللجنه القائمه على المهرجان، والله يجملنا ويجملهم ان شاء الله عند دول الخليج وعند اخواننا اللي يجونا. فهد، كيف شفت الشوط الاول اليوم وكيف كانت اعصابك فيه ولمن تهدي هذا الفوز مره واحده؟ والله الشوط كان والله حامي جدا بعد، والحلال كان فيه واجد، والشوط والله هديه الفوز هديه والله للربع كلهم، وعلى راسهم اخوي محمد بن ناصر الداعم للعزبه والداعم للشعار، واهديه لك انت خاصه. اشكرك وانا بدوري اهديه للمشاهدين موقع الابرقه. الله يرحم والديك، وانا اشكر موقع الابرقه على جهوده لدعمه الهجن ودعمه تغطيات كل ما يحدث في الهجن اول باول، سواء على تويتر ولا على واتساب ولا على موقعهم الالكتروني، وهذا شيء نفخر به احنا ونفخر بالابرقه كلها اللي يسوونها، والله يعطيهم الصحه، احنا نبي منهم اكثر وان شاء الله عندهم اكثر واكثر، والله يوفقهم ان شاء الله على الجوده.